السلام عليكم أيتها الرائعات، معكم أميمة على قناتكم وصفتنا السمان للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم عزيزاتي، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. وصفتنا لنهار اليوم فهي لتبييض بشرة الوجه باستخدام مكونين فقط متواجدان ومتاحان في كل بيت. إذا كنت مهتمة بالوصفة عزيزتي فتابعي الفيديو للآخر. عزيزتي، وصفتنا لهذا اليوم فهي كما قلت في أول الفيديو، فهي مكونة من مكونين فقط. كمكون أول عزيزتي لتبييض بشرة الوجه باستخدام مكونات جد سهلة وبسيطة، وكذلك وصفة طبيعية 100%. ستحتاجين إلى بياض البيض، فبياض البيض مفيد جدا ورائع للوجه، فهو يبيض وكذلك يزيل البقع الداكنة والتصبغات من أول استعمال. كذلك بياض البيض مفيد جدا ورائع لشد البشرة، أي سيخلصك تماما من مشكل التجاعيد والخطوط الرقيقة. إذا كنت تعانين من تجاعيد الجبهة وكذلك من تجاعيد العين وتحت العين وكذلك تجاعيد الفم والرقبة، فهذه الوصفة خصيصا لك عزيزتي للتخلص تماما من كل هذه المشاكل. ستحتاجين في هذه الوصفة إلى بياض بيضة واحدة فقط لتبييض البشرة وشدها والتخلص تماما من التجاعيد. كمكون ثاني فهو نعتبره من المكونات السحرية التي ستساعدك كثيرا وبشكل جيد لتبييض البشرة والتخلص تماما من البقع الداكنة والتصبغات، وهي الشبة أو مسحوق الشبة. عند العطار يباع هكذا، وبعد ذلك تقومين بطحنه في المنزل باستخدام الخلاط الكهربائي، فهو جد مفيد ورائع لتبييض بشرة الوجه بامتياز. كذلك الشبة أو مسحوق الشبة فهي رائعة جدا لإزالة البقع الداكنة والتصبغات، وإذا قمت أيضا باستخدام هذه الوصفة بشكل منتظم ولفترة من الزمن ستتخلصين تماما من التجاعيد. ستحتاجين عزيزتي كمقدار من مسحوق الشبة في هذه الوصفة لتبييض البشرة أي بشرة الوجه، وكذلك يمكنك استخدام الوصفة لتبييض اليدين. ستحتاجين إلى ملعقة صغيرة من مسحوق الشبة لتحضير هذه الوصفة الطبيعية 100% والرائعة والفعالة لتبييض بشرة الوجه. بعد التعرف عزيزتي على مكونات الوصفة الطبيعية، نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام. فضلا وليس أمرا أختي الكريمة، إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفتنا السمان، فالمرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق، أكون شاكرة لك أختي الكريمة كثيرا. بالنسبة لطريقة تحضير هذه الوصفة الرائعة التي ستبيض الوجه وكذلك تزيل التصبغات والبقع الداكنة، فكل ما عليك هو أخذ بياض البيض، تضيفين له ملعقة صغيرة من الشبة، وبعد ذلك تقومين بتوزيع الوصفة على بشرة الوجه بالكامل وتتركينها لمدة نصف ساعة تقريبا، وبعد ذلك يمكنك إزالة الوصفة باستخدام حركات دائرية. بعد غسل وجهك جيدا باستخدام الصابون أو الغسول الخاص بك، يمكنك توزيع جل الألوفيرا أو الصبار على بشرة الوجه، فهو رائع جدا جدا للتخلص تماما من البشرة الجافة وكذلك من إزالة البقع الداكنة، وأيضا مفيد ورائع لجعل البشرة أي بشرة الوجه أكثر ليونة ورطوبة، وكذلك يحميها بشكل فعال جدا من مشكل الجفاف.
ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع إلى أن تحصلي على النتائج المرجوة. وأيضا يمكن للفتيات استخدام هذه الوصفة لتبييض بشرة الوجه بامتياز. إذا عجبك يا عزيزتي عجبتك الوصفة واستفدت من الفيديو ولو بالقليل أختي الكريمة، فالمرجو منك مشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك وعلى الواتساب. أكون شاكرة لك أختي الكريمة كثيرا. كانت هذه هي وصفتنا للنهار اليوم، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء عزيزتي في وصفة أخرى إن شاء الله.